بكره ان شاء الله في اسكندريه، من كره القدم الى كره السله ان شاء الله. بكره في اسكندريه مباراه ايضا في غايه الاهميه والقوه، مباراه فريق كره السله للنادي الاهلي وفريق بيروت اللبناني في ربع نهائي البطوله العربيه للانديه، واللي بيستضيفها نادي الاتحاد السكندري. طبعا زي ما حضراتكم عارفين من مصر بيشارك النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري، و كان هناك على رأس المجموعة الثالثة فرق تضم وداد بوفريق الجزائر وشعب حضرموت اليمن والفتح السعودي. الأهلي حقق 3 انتصارات، إن شاء الله بكرة مباراة قوية جدا. زي ما حضراتكم عارفين أن الباسكت ده هو اللعبة الأولى في لبنان، ولبنان بيهتموا جدا جدا بالباسكت بول، وعندهم بالنسبة لهم الباسكت بول ده عامل زي كرة القدم عندنا. كانوا قبل كده ما عندهم اسماعيل احمد نجم منتخب مصر ونجم النادي الاتحاد السكندري اللي كان متواجد لفترات طويله جدا في احد الانديه في لبنان، وبالتالي هي مباراه ما حدش يعني يفتكر ان الاهلي هيلعب مباراه سهله، لا هي مباراه صعبه جدا 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 بكره ان شاء الله في ربع نهائي هذه البطوله. لو ربنا كرمنا ان شاء الله نصعد الى النهائي ونشوف بقى مين هنستنى مين في المباراه النهائيه. كل التوفيق الحقيقه لرجال منتخبنا او رجال كره السله في النادي الاهلي، عندنا مايكل تومسون ومايكل فكوادي وايهاب امين وعمر عزب ومحمد ابو النصر وسيف سمير واحمد مهيب وعمر زهران وعمر الجندي واحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر. دي قائمة رجال سلة النادي الأهلي. الحمد لله ربنا كرمنا ببطولة منطقة القاهرة قبل نهاية هذه أو قبل بداية هذه البطولة، وبالتالي معنويات كبيرة جدا لرجال كرة السلة بكرة إن شاء الله. نتمنى مساندة فريق كرة السلة من خلال السوشيال ميديا طبعا، اللي الحمد لله إن هي رجعت مرة تانية، لأنها مباراة ما حدش يفتكر مرة تانية ان انت رايح تلعب فريق لبناني فبالتالي هي مباراة سهلة، لا هي مباراة من اصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي خلال هذه الفترة. كل التوفيق طبعا، وهيبقى هناك متابعة كاملة لما سوف يحدث في مباراة غدا ان شاء الله من خلال شاشة قناة الاهلي.